تلاميذ السنة الخامسة ابتدائي، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نواصل سلسلة تحضير لاختبارات الفصل الثاني. أمامي الآن اختبار متوقع ورائع جدا في مادة الرياضيات مقترح للفصل الثاني. تابعوا معي للأخير، سأشرحه لكم بالتفصيل. لدينا التمرين الأول، يقول فكك العددين العشريين. لدينا العدد الأول 45.068، كيف نفككه؟ نبدأ بالجزء الصحيح. 4 هي العشرات، معناها 4 في 10. 5 هي الوحدات، معناها 5 ضرب 1. 0 راهي في الجزء العشري ولكنه 0، أي عدد نضربه في 0 هو الصفر. نمر إلى 6، 6 موجودة في المرتبة الثانية، يعني في 0.01. 8 في 0.001. العدد الذي بعده 192.85، هذا معناها 100 زائد 90 زائد 2 زائد 0.8 زائد 0.05. احصر العدد العشري 192.85 بين عددين عشريين متتاليين لهما رقم واحد بعد الفاصلة، يعني نديروا عدد واحد فقط بعد الفاصلة. نكتب 192.85 ونحصره. رقم واحد بعد الفاصلة هذا نخلوه كما هو، نكتب 192.8 نكتبها كما هي. من هذه الجهة نزيدوا لهذا الرقم واحد، للعدد العشري نزيدوا له واحد، تصبح 192.9 هكذا. التمرين الثاني، يتقاضى عامل مرتبا شهريا قدره 32456.25 دينارا. احسب مرتب 10 عمال ومرتب 7 عمال. استفاد هذا العامل من زيادة في الراتب بنسبة 4% من راتبه، ما هي قيمة الزيادة بالدينار؟ احسب مرتبه الجديد بعد الزيادة. لاحظ معي جيدا، أولا نحسب مرتب 10 عمال ومرتب 7 عمال. راتب العامل الواحد 32456.25. عندما نضربها في 10 كم تصبح؟ تصبح الفاصلة فقط هي التي تتحرك. مرتب 10 عمال هذا هو مرتب 10 عمال، معناها نضربها في 10 تصبح 324562.5 دينار. مرتب 7 عمال نضرب في 7، 32456.25 نضربها في 7. نضرب عادي 7 في 5 35، 14 15 16 17 42 43 35 39 28 31 14 15 16 17 21 22. رقمان بعد الفاصلة، رقمان بعد الفاصلة، هذا هو مرتب 7 عمال. مرتب 7 عمال هو 227,193.75 دينار. استفاد هذا العامل الذي هذا مرتبه من زيادة في الراتب قدرها 4% من راتبه هذا، ما هي قيمة الزيادة بالدينار؟ كيف نحسب قيمة الزيادة؟ نضرب في النسبة، نضرب في النسبة، قيمة الزيادة معناها نضرب في النسبة، نضربها هذا في 4 ونقسمها على 100، دوما النسبة المئوية نضرب في 4 ونقسم على 100. عندما نضربها في 4، 32456.25 ضرب 4، 20
ثمانية، عشرة، أربعة وعشرون، خمسة وعشرون، عشرون، 22، 16، 17، 18، 8 والواحد 9، 12. رقمان بعد الفاصلة ننزح. هذه عندما ضربناها في أربعة. الآن نقسمها على 100. عندما نقسم على 100 عددان بعد الفاصلة، نكتب العدد كما هو ونضع عددان بعد الفاصلة. هذه هي قيمة الزيادة. هذه قيمة الزيادة. 1200، 1298.25 دينار. احسب مرتبه الجديد بعد الزيادة. زادوا له هذه، معناها نزيدها لهذه. سنحسبها. 32456.25 نزيد لها قيمة الزيادة. نكتب الوحدات تحت الوحدات دوما ونرتبها جيدا. 10، 5.8، 0.8، 8 و6، 14، 15، 4 5 6 7، 3 3. هذا هو مرتبه الجديد بعد الزيادة، 33754.50. دينار. التمرين التالي. يريد أبو مهدي اختيار أوسع الغرفتين في بيته لجعلها مكتبا له في البيت، فإذا علمت أن الغرفة الأولى مستطيلة الشكل، طولها 4.5 متر وعرضها 5 متر، والغرفة الثانية طولها 5.84 متر وعرضها 4 متر، ساعده لاختيار الأوسع منهما. إذا عنده زوج غرف مستطيلات الشكل، أعطانا الطول والعرض، طول والعرض، وقال ساعده في اختيار الأوسع. الأوسع ستكون هي الأكثر مساحة، هي الأكبر مساحة. معناها نحسب مساحة الغرفة الأولى ونحسب مساحة الغرفة الثانية. الغرف مستطيلة، وعندما نحسب المساحة نحسب المساحة. المساحة هي مساحة المستطيل وهي الطول في العرض. معناها ندير هذه ضرب هذه وهذه ضرب هذه، النتيجة تاع المساحة اللي تكون أكبر هي الغرفة الأوسع. هيا نحسب الغرفة الأولى من هنا والغرفة الثانية من هنا. 4.75 ضرب 5، 25، 35، 36، 37، 20، 23. رقمان بعد الفاصلة. إذا هذه مساحة الغرفة الأولى، 23.75 متر مربع. الغرفة الثانية ضرب 4، 16، 32، 33، 20، 23. رقمان 23.36 متر مربع. من الأوسع منهما؟ 23، 23، 7، 3. هذه الأوسع. إذا سيختار الغرفة الأولى لأنها الأوسع. الغرفة الأولى هي الأوسع. سيختار الغرفة الأولى. الآن لدينا التمرين الرابع. أرسم قطعة مستقيمة AB طولها 5 سنتيمتر وعين منتصفها M. نحضر المسطرة. نواصل. إذا قطعة مستقيمة طولها 5 سنتيمتر، هكذا AB. عين منتصفها M. منتصف الخمسة هو 2.5 M. أرسم قطعة مستقيمة أخرى CD عمودية على AB بحيث تكون القطعتان متناصفتان. متناصفتان معناها هكذا، متعامدتان. وأيضا من هنا 2.5 ومن تحت 2.5 هكذا.
نسميها سي دي، عمودية ومتناصفة، اثنان ونصف اثنان ونصف. ارسم الدائرة التي مركزها آن وتشمل هذه القطعة. نضع الشوكة هنا ونمر على الشكل، هذا هو الشكل. ارسم الرباعي ABCD، نصل بين النقاط. هذا هو الشكل. ما نوع الرباعي ABCD وما هي خصائصه؟ ABCD هذا مربع، ما هي خصائصه؟ متقايس الأضلاع، الأقطار متناصفة، هذه الأقطار متناصفة، الأضلاع متقايسة، وأيضا الأقطار متعامدة، متناصفة ومتعامدة، هذه هي خصائصه. استنتج طول نصف قطر الدائرة. نصف قطر الدائرة هو هذا، 2.5 سنتيمتر، 2.5، لأنه هذا 5، هذا 2.5. الوضعية الإدماجية لدينا: يملك فلاح قطعة أرض مساحتها الإجمالية 600 متر مربع، خصص 2/10 لزراعة الخضر والباقي غرسها أشجار الزيتون. إذا 2/10 من 600 خصصها للخضر والباقية أشجار زيتون. احسب مساحة الأرض الخاصة بزراعة الخضر، هي 2/10، معناها هي 600 نضربها في 2 ونقسم على 10. دائما عندما يمد لك كسر احسب بهذه الطريقة، اضرب في البسط واقسم على المقام. نحسب 600 ضرب 2 هي 1200، نقسمها على 10 تساوي 120. إذا المساحة المخصصة للخضر هي 120 متر مربع. كيف وجدتها؟ ضربت وقسمت على 10. ينتج كل 5 متر مربع من الأرض 100 كيلوغرام من الخضروات. احسب وزن الخضروات التي تنتجها كامل الأرض. لدينا مساحة الأرض هي 120 متر مربع، كل 5 متر مربع تعطينا 100 كيلو، كم في 120 متر مربع؟ إذا العملية الثلاثية، 5 متر مربع تعطينا 100 كيلوغرام، 120 متر طلب منك كم؟ احسب وزن الخضروات التي تنتجها الأرض، الأرض الخضروات فيها 120 متر مربع، كم تنتج من الخضر؟ 120 نضربها في 100 ونقسمها على 5. 120 عندما نضربها في 100 تعطينا، نضيف لها صفران، نقسمها على 5، هذه ضرب هذه، هذه نتيجتها. الآن نقسمها على 5، دايما نضرب المتقابلين ونقسمه على اللي تبقى. 12 تقسيم 5 2، 10 والباقي 2، ننزل الصفر. 20 تقسيم 5 4، الباقي صفر، ننزل الصفر صفر، ننزل الصفر صفر. إذن 2400 كيلو غرام، 2400 كيلو غرام. ما هي المساحة المخصصة لغرس أشجار الزيتون؟ عبر عنها بكسر. الأرض الإجمالية فيها 600 متر مربع، الخضروات نقصنا منها 120 متر مربع، الباقي زيتون، 480 متر مربع هي المخصصة لأشجار الزيتون. 600 ناقص 120، 480 متر مربع. عبر عنها بكسر. تاع الخضر 2/10، الكاملة هي 10/10، نقص منها 2/10 تبقى لك 8/10. عبر عنها بكسر، هي 8/10، هي 8/10.
كيف وجدناها؟ خصصة 2 على 10، معناها لبقت 8 من 10، لأن الكاملة هي 10 من 10. إذا بهذا الشكل أكون قد شرحت لكم هذا الاختبار، أتمنى أن أكون قد أفدتكم، تابعوني، ما زال هناك الكثير من الفائدة إن شاء الله.